غنشوفوا ديال واحد الانسان طايح فاقد الوعي ويتنفس، كيفاش غنقدموا ليه الاسعافات الاوليه اللازمه ديالو؟ ما بداش منو؟ وي انت تسمعني جاوبني، انت تسمعني واش عين؟ الا انت تسمعني غتغيض. هذه الوقائية الوضعية الوقائية الجانبية اللي كتفادي الاختناق المصاب، لأنه إلا بقى على ظهرو غيبقى داك اللعاب، يبقى داك اللسان ديالو في الجهة على جنبو، يعني كتفادي الاختناق، وكيبقى يوصل المصاب للمستشفى بطريقة صحيحة. من بعد ما حطينا في الوقائية الوضعية الجانبية الوقائية بي ار اس، الا تعطلوا عندنا الناس ديال الوقايه خاصنا ضروري ما نديروا له واحد العمليه ديال المراقبه. هاد المراقبه تتجلى خمس اسئله اللي عطينا. خويا اللي كنتي تسمعني جاوبني، كنتي تسمعني رمش عينك، اللي كنتي تسمعني ضغط على يدي، تنقلبوا ليه التنفس ديالو واش باقي. ملي تنعرفوا بان التنفس باقي اذا الوضعيه تنحتفظوا بها كما هي. دكتور احمد بن مجيده، رئيس مكتب الهلال الاحمر المغربي بعمله الفداء مر السلطان، ونائب رئيس الهلال الاحمر المغربي على جهه الدار البيضاء الكبرى. الكل كيعلم على عبر العالم انه يحتفل باليوم العالمي للهلال الاحمر والصليب الاحمر العالمي. كنعرفوا ان الهلال الاحمر والصليب الاحمر هي منظمه دوليه، منظمة تدخل ديالها يعني تدخل شاسع في مجال حقوق الإنسان، في مجال الحروب، تدخل في مجال الحروب، في مجال الكوارث الطبيعية كانت منها أو مدنية. وبالتالي الهلال الأحمر على الصعيد الوطني كيلعب دور كبير، فهو يشتغل طول السنة بتكوين مسعفين، إما الإسعاف الاختياري في واحد مجموعة المراحل أو من الفرق الإسعافية. والهدف من الهلال الاحمر هو تكوين الفرق الاسعافيه من اجل التدخل السريع في حاله الطوارئ. الكل كيعلم انه الهلال الاحمر ولا الصليب الاحمر كيقدموا خدمات انسانيه كبيره، كيعطيو للناس اللي هما في حال في المحن مثلا يعني الدعم اللوجستيكي في حاله الطوارئ، في حاله الحروب، في حاله الحروق، و خصيصا التدخل السريع يعني من اجل انقاذ الانسان ملي كيكون كيتعرض يعني لشي اصابه من الاصابات. فعلى جهه الدار البيضاء الان كنحتفلوا باليوم العالمي ديال الهلال الاحمر اللي هو 8 ماي، وكذلك الاسبوع الوطني اللي كيحتفل به المملكه وعلى راسهم صاحبه السمو الملكي الاميره للا ملكه رئيسه منظمه الهلال الاحمر المغربي، اللي كيحتفلوا بهذا اليوم الاسبوع الوطني. الان عماله الفداء مر السلطان كتحتفل، واختارينا يعني واحد المجموعه ديال الاوراش، ومن هذا الورش ديال اليوم من اجل استفاده الساده المسعفين يعني بمسائل تكوينيه في مجال الامراض المتنقله، اما عبر الهواء، اما عبر يعني الماء، اما عبر يعني ممارسه الجنس الغير لو كونترولي، او عبر يعني الوسائل المتنقله بحال ليزانسيكت الى غير ذلك. حقيقه انه كان اسبوع مفيد بالنسبه للاخوان، وكنتمناو انه الهلال الاحمر يكون في المستوى العالمي من الخدمات الجليلة اللي كيقدمها على صعيد العالم، والخدمات الجليلة اللي كيقدمها على الصعيد المحلي خاصة بمدينة الدار البيضاء. ملي هضرنا على الأمراض المتنقلة قلنا كاين بزاف ديال الوسائل ديال الأمراض اللي هي تتنقل بهم الأمراض، كيف ما درنا أن الأمراض تتنقل عن طريق الهواء، كتنقل عن طريق الفم، إنها تتنقل عن طريق الجنس، إنها تتنقل عن طريق الدم، تقول، وقلنا كاين وسيلة أخرى عن طريق الوسائل المنقلة، الوسائل المنقلة اللي هضرنا فيها على واحد المثال اللي هو الدكتور محمد رياض، نائب رئيس جمعية جميعا من أجل الصحة. اليوم جينا في إطار الأسبوع العالمي ديال الهلال الأحمر، باش يمكن لنا نديروا واحد دخلنا في واحد الدورة تكوينية اللي نظمها الفرع ديال الفداء مر السلطان.
هاد الدورة التكوينية كتشمل جميع المسعفين. حنا بصفتنا كجمعية حاملة لواحد المشروع ديال جميع من أجل الصحة، أننا كنا خصنا نخارطوا في هاد العملية. جينا اليوم باش نهضروا لهاد المسعفين واحد النوع من الوقاية باش يحاولوا يوقعوا نفسهم اللي كيكونوا تدخلات. اليوم ركزنا على الأمراض المتنقلة، وركزنا على جميع الوسائل اللي كيمكن لها يتنقل بها المرض خلال العملية الإسعافية ديال المسعف باش نحميو هاد المسعف. أولا يكون هو عارف أشنو خصو يدير، وخصو يعرف بأنه أشنو هما الأخطار اللي كيتعرض لهم أثناء عملية الإسعاف كلها، دونك أثناء عملية الإسعاف. وملي هاد المسعف كيحاول كيعرف واحد مجموعة من الأشياء اللي يمكن أولا يحمي راسه، وبالتالي يكون عنده تدخل ناجع وتدخل مفيد له ومفيد للمصاب. إذا اليوم خدينا هذا الإطار ديال الأمراض المتنقلة، لأنه هذا النوع من الأمراض يمكن تنقل أثناء العملية الإسعافية، وكنتمنوا بأنه من خلال هذا التدخل أننا أعطينا لهاد المسعفين واحد الإطار ديال الإسعاف، واحد الإطار ديال أنه كيفاش يمكن يحمي راسه، وكيفاش أنه يكون التدخل دياله بواحد بأقل الأخطار وبالأقل الأضرار. شكرا. لا موفق لدي التكسنيون. هاد سنيون كيفما حضرنا الوسائل المنقلة اللي كتكون في غالب الحياة ديال الحشرات، لأنها كتاخد كلاص من المريض، وكيكون واحد سلسلة تكوينية ديال هذا الميكروب اللي هو هنا توقيلية. من بعد اللي كانت فيها السلسلة التكوينية داخل الحشرة، الحشرة كانت نفس العملية اللي كانت تنسحب واحد الشخص غير المصاب، ملي كيولي هذا الشخص غير المصاب خدام هاد النوع ديال التوفيلية اللي كتكمل التوفيلية كتكمل التكوين ديالها داخل الكابين ديال الإنسان. من بعد تتنقل لعبر الدم، ومن كتنقل عبر الدم كتنتقل الكوريا للحم اللي كتبدا كل الشفوم اللي كتعطي المرض اللي كيتسمى مرض المرض. دونك هذه هي الوسيله المنقله. الجنس راه تكلمنا عليه، الدم راه تكلمنا عليه، وقلنا بالنسبه لكم لو كونتاكت ديالهم بالنسبه لكم. اذا اليوم كيخلد الصليب الهلال الاحمر والصليب الاحمر اليوم العالمي، الهلال الاحمر والصليب العالمي اللي هو 8 ماي، والهلال الاحمر كيخلد الاسبوع الوطني. بهذه المسابه شفنا بعض الانشطه اللي درتوها، من بين الانشطه هذه الندوه اللي هي في المجال الصحي. شنو استفدتي من هذا؟ استفدت كيفاش اول حاجه استفدت كيفاش نحمي راسي، وكيفاش نساعد الناس اللي معايا. شحال من حاجه انا ما كنتش عارفه، حتى جيت هنا عاد باش عرفتها على حياتي اليوميه ولا حياه بزاف د الحوايج استفدتهم. بحال شنو استفدتم الهلال الاحمر وليش التحقتي بهذا المجال؟ استفدت الهلال الاحمر اول حاجه باش نخلق شي فرصه للشغل ديالي، وثاني حاجه باش نخدم بلادي. واش كديروا مرحله وكديروا استكمال خبره في المجال الشب الطبي في المستشفيات؟ كنديروا مرحله، وعاده باش كنديروا استكمال المده في السبيطار 6 شهور، وحنا كندربوا وكنستافدوا منها. اليوم العالمي للهلال الاحمر والصليب الاحمر كيعنينا كاننا مسعفين اوليين، فين كيتجلى انه
يدير بزاف ديال الندوات تحسيسية بمناسبة أمراض المنقولة جنسيا، السيدة ولا أمراض السل ولا أمراض الجهاز التنفسي كالختينا. وهذا الشيء كيعني نحن مسعفين، وهذا الشيء اللي خلانا جينا باش حتى حنا نستافدوا كوننا مسعفين ونعرفوا هذا الشيء ونخبروا به الناس ونعطيوهم هذه المعلومات اللي استافدوا. شي أنشطة موازية من غير السيدة؟ كاين عدة عروض كالرسم والأعمال اليدوية والأناشيد وبزاف ديال الحوايج كنديرهم بمناسبة هذا اليوم. وحنا يعني كتكون هاد التظاهرة يعني شاملة، يعني كلشي المتدربين أي واحد فينا كيقوم بداك الشيء اللي كيعرف منها أعمال يدوية كيف قلنا والرسم و هاد الحركات اللي كتساهم في إنقاذ الشخص، واش ما كتشوفش بأن كاع المواطنين أنهم خصهم تكون عندهم هاد الإسعافات لإنقاذ الشخص سواء في الحوادث أو في المنزل؟ طبيعة الحال ضروري من يكون على الأقل كل مسعف في شي بيت، حيتاش بزاف ديال الحركات اللي هي جد سهلة، يعني ماشي صعيبة ممكن تنقضي بها الحياة ديال الإنسان. كان بحال شي واحد ممكن يكون مختنق غير الدور على جنبه وتفتح ليه المسالك الهوائية، قدرتي وتراقب ليه الفم ديالو هذه بطبيعة الحال، وتشوف يعني واش كاين التنفس ما كاينش التنفس، كاين عملية الإنعاش القلبي الرئوي اللي هي كتنقض حياة إنسان، يعني ما كاينش استهتار بالشيء اللي كيقوم به المسعف، فهي خدمة إنسانية تطوعية كتحفز فيك روح الإنسانية. أنت متطوعة في الهلال الأحمر المغربي، اليوم اللي كيشاهد كيحتفل كيخلد الهلال الأحمر والصليب الأحمر اليوم العالمي اللي هو 8 ماي، شنو استفدتوا من هذا النشاط هذا الأسبوعي ديال الهلال الأحمر؟ استفدنا شحال من حاجة مزيانة، أول حاجة أنا متطوعة في الهلال الأحمر المغربي، كاين اليوم اليوم العالمي للهلال الأحمر، وشحال من حاجة ما كناش عارفينها عرفناها هاد النهار هذا.